بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ معكم ما لدينا من كنوز وحقائق في هذه القناة، برجاء الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد ليس له نظير في أي قناة أخرى على الإطلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيرة وتوهان واستفهام نجده باديا على وجه كل ذي لب وعقل، متسائلا عما يحدث في العالم من حوله. تقلبات مناخية غير مسبوقة، تغيرات سياسية مفاجئة، أحداث وأحوال وأخبار وظواهر غير معهودة على الإطلاق. كل ذلك ولسان حال الجميع يقول: ماذا يجري يا ترى؟ نعم، من الصواب أن يكون هذا تساؤل كل من يبحث عن الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة، ولن يجد تلك الحقيقة إلا في مكان واحد فقط، وهو منتديات البشرى الإسلامية، موقع الإمام المهدي المنتظر. نعم، هو وحده من خصه الله بالعلم وزاده بسطة فيه ليعلم الناس بما حدث وبما يحدث وبما سيحدث في العالم، وكل ذلك من مصدر موثوق وحيد هو محكم الذكر القرآن الكريم. سنخصص بإذن الله تعالى اقتباسات من بيانات الإمام التي فصل فيها وأخبر عن كل ما ذكرناه من علامات وأحداث عصر الظهور. بدأت دعوة الإمام منذ العام 2005 وحتى اليوم، وهو يسطر لنا ويستنبط من محكم الذكر أخبارا وحقائق وتفصيلا وفصلا بين المختلفين من المسلمين، بل واليهود والنصارى أيضا، ليرسم للجميع الصراط المستقيم الحق الذي جاء به جده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمه ناصر محمد، وهو حقا ناصر لمحمد ودين محمد الذي طاله ظلم وتحريف وافتراء، وجعلت فيه أمورا ما أنزل الله بها من سلطان.